أنا أشوف دايما الشعوب العربية شعب واحد، فما بالنا بسوريا من أيام الوحدة، فيعني في النهاية المصاب واحد زي ما بيتقال. طبعا اكيد، وطبعا بتشكر حضرتك على الكلام الجميل، وكنت بتمنى انه لو كان الحديث بيناتنا في ظرف افضل، بس يعني الحمد لله بكل الاحوال. وطبعا يعني مو غريب على الشعب المصري هذا التعاطف وهذا التعاضد، لانه نحن بالاخير بلد واحد، اقليم شمالي واقليم جنوبي. فشكرا جزيلا على كل يعني على كل هي الموده يعني. وطبعا نحن بظرف طبعا سيء جدا، يعني الكلام بيكون اقل بكثير من هول الفاجعه والكارثه الكبيره اللي هلا عم نعيشها. صعب الكلام ينقال، وصعب انه الواحد يشرح احاسيسه ومشاعره، حتى القدره على الاستيعاب صعبه جدا جدا، لا هلا ولا حتى بعدين. بس بكل الاحوال هي مشيئه الله، ما في اعتراض. هيك بنقول انه رحم الله ضحايا الزلزال وشفى المصابين، وعم نرجو بكل الوقت أن يكون في انقاذ اكبر لاكبر عدد مما زاروا تحت الانقاض، واملنا بالله كبير. ربنا كبير ان شاء الله خير يا رب. ربنا كبير، وصدقيني هو ليس تعاطفا، لانه في النهايه زي ما كنا بنقول ده شعب واحد، وبالتالي أكيد في شعب النهايه واحد. المصاب واحد زي ما بيتقال.